الإمام الحسين له للشيعة لحال، وله للسنة لحال، وله للمسلمين لحال. الإمام الحسين كان رمز للمطالب بالعدل بالعالم، ورمز للتضحية والفداء في سبيل المبدأ. الحسين الموقف اللي وقفه بكربلاء ليس له نظير بالتاريخ، ويكفي أن واحد مثل غاندي محرر الهند من الاستعمار البريطاني، غاندي بيقول: تعلمت من الحسين أن أكون أو كيف أكون مظلوما فأنتصر. كيف المظلوم بيكسب الحرب بيربح؟ قال: أنا تعلمت من الحسين الدرس هذا. ولذلك كثير من الكتاب والمؤرخين والأدباء وحتى رجال الدين من غير المسلمين اللي كتبوا حول قضية كربلاء وحول شهادة الإمام الحسين،